حمص مقرمش وكوكو. الحمص مقرمش وكوكو أيوة معسل وملح. دونك أيه. غادي نبداو بحمص ان شاء الله. هذا الحمص كيجي رائع بزاف، وكنعرفوا حنا هذا الحمص هذا شحال كنشريوه، راه كيكون ديال تركيا، كنشريوه غالي في الثمن بصراحه، وهو راه ما فيه والو. كناخذوا الحمص، هو بصراحه الحمص ديالنا حنا كيكون كبير شويه على هذاك ديال تركيا، ولكن ما عندناش حنا غرض في الشكل ديالو، عندنا الغرض بالبنه كيفاش دايره. دونك غادي نحتاجوا للحمص القياس اللي بغات السيده. انا درت نص كيلو ديال الحمص، كناخذوه كنرقدوه ليله كامله، كنتزكوه في الماء ديالو حتى كيتنفخ. الغد كنعاودو نشللو جوج المرات، وكنديروه في شي طنجره، كنعمرو عليه بالماء حتى كيتغطى بالماء، وكنحطوه كيطيب، ما كنديروش ليه الملحه من الاول. كاع القطنيه خصوصا الحمص الا كانت غتاخد لينا مثلا الساعه ديال الطياب، الا درنا ليها الملحه نعولو على واحد الساعه عاد باش يطيب. كنخليوه حتى كيطيب هو الاول، صافي الا درنا ليه غير الماء بوحديتو راه غياخد منا تقريبا 20 دقيقه صافي كيكون طاب. غادي نصفيوه وكنشفوه مزيان، كنسرحو شي فوطه وكنسرحو فوق من هذاك الحمص، وكنخليوه حتى كينشف. غادي نديروه في واحد الغيسيبيون اولا اناء، وكنديروا عليه ثلاثه المعالق كبار ديال زيت الزيتون، معلقه صغيره ديال الكمون، من الاحسن يكون كمون جديد، وكنديروا الملحه القياس اللي بغينا. كنديروا الملحه وكنخلطوا مزيان، كنديروا شويه ديال التحميره الا بغينا بحال اللوين اللي شتي معايا في الصوره خديت انا. كنخلطوه مزيان وكندوقوا الملحه، الا جانا مملح هو هذاك صافي الله يسخر، ما كانش راه كنزيدوا الملح القياس اللي بغينا. وكندخلوه الفران، كنسرحوه في ورق الطهي، كندخلوه الفران، الفران كيكون شاعل من تحت ومن الفوق، درجه الحراره كتكون متوسطه، وكنبقاو مره كنحركوه، كياخذ لينا تقريبا 20 حتى 25 دقيقه في الفران، كيجي مقرمل رائع بزاف. هنا خدمتي بالحمص العادي ديالنا ياك، مع قلتي ديال الحمص العادي؟ لا دابا هذا كيجي في الماكله ديالو كيجي بحال هذاك ديال تركيا، فهمتينا؟ ما حنا درنا غير الحمص العادي ديالنا، يعني تيرطاب ما تيجي بقاش قاصح زعما، لا ما كيبقاش قاصح، كيرطاب وكنطيبوه، كيرطاب في الاول وكنعاود كنطيبوه 20 دقيقه عاد باش كندخلوه كيتحمر في الفرن، يعني واخا كيتحمر تيبقى مرطب. هذا راه الا داروا الوليدات ما يبقاوش يطلبوا لهم البوب كورن، صافي غيوليو يبغيو هذا الحمص. كنعرفوا الفوائد ديال الحمص شحال مفيد بزاف للوليدات. وحتى العطريه اللي دارت مزيانه بحال هكا احسن، تخلط مع شويه ديال الكليه شويه ديال الزبيب ونعطي الوليدات، والله الا احسن من داك الشيء في ديك السقاطه الخاويه صراحه. رائع بزاف. ميد راديو.